قرابة 13,000 جرعة لقاح جديدة من شركة أسترازينيكا تصل النجف في وجبة ثانية بعد لقاح سينوفارم الصيني. اللقاح البريطاني آمن وفعال، ومن مصادر صينة تؤكد دائرة صحة النجف التي باشرت في عمليات التطعيم بمراكزها الصحية. حاليا بالعالم أكثر من 500 مليون شخص تم أخذ اللقاح من جميع أصناف اللقاحات، وهي آمنة، وحسب تصريح منظمة الصحة العالمية الأخير بأن لا سبيل للقضاء على الوباء إلا بأخذ اللقاحات لغرض الانتهاء نهائيا من هذا الوباء اللعين. 24 منفذا لإعطاء لقاح أسترازينيكا موزعة على الرقعة الجغرافية للمحافظة استقبلت الراغبين بالتطعيم وفق الأولويات والإجراءات التي نصت عليها وزارة الصحة، في وقت ما زالت فيه الإصابات بالفيروس التاجي تسجل أرقاما مرتفعة في النجف. بالعكس، اللقاح هذا يقوي الجهاز المناعي ويعطي تحفيز للي ياخذ اللقاح طبعا الشركه المصنعه هي أسترازينيكا، الشركه البريطانيه، واليوم تم لله الحمد انا اخذت الجرعه الاولى من لقاح المضاد للكورونا، اللقاح من جامعه اكسفورد، وندعو جميع المواطنين الى اخذ اللقاح بجرعتيه حتى نتمكن من تخفيف من هذه الجائحه الكبرى. اما اليه وصول اللقاح للمواطنين فقد انشات دائره الصحه رابطا الكترونيا دعتهم من خلاله إلى ضرورة التسجيل فيه والتوجه إلى المراكز الصحية بعد إشعارهم. وعلى الرغم من التطمينات التي ترسلها الجهات الصحية حول اللقاح البريطاني، إلا أن المخاوف من آثار جانبية قد يتركها تظل عقبة أمام متلقيه. من النجف، محمد رزاق، قناة التغيير.